صابعك وطبقة وشباب شفاف سوي معكم حب المقطع دي. طبعا هالمقطع كان بس اللقطة اللي كنت باخذ فيها السيف لأول برة، كنت جالد فيها ستة صح، أدري اللي باكل بين بس هذه كانت لقطة بسيطة على تجربتي للسيف. صح السيف جبار بالقريب، حتى يعني بالقريب يدبج 75، لكن لو قلت مع شخص يعني مثلا انت مع خويك ضد هذا، يعني دبج البوب الذهبي يعني مثلا انا دخلت طور شتغل اوكي، تبيت انا وربيعي والباسيف دب يجيب البوب الذهبي زين، وتم الدبجة ليل ما يموت، لا لا يعني هو هذ بيتين وشد بيتين بس طلقة هتشوت يعني من البوب ربيعك يكمل فيها نفوز. يعني بعد كانت في لقطة قبل يوم فزت، بس المهم السلاح جبار وخرافي، بس ما توقعت بس لفترة صغيرة ويشلون. بس هذا كان اللي كان عندي اليوم شباب، اتمنى عجبكم مقطع، لا تنسوا سبسكرايب شير كومنت، نشوفكم على خير مقاطع اخرى، مع السلامة.